السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله وقناتنا وقناتكم قناة المال فاكتوري. اليوم معنا المربية والهاوية شيماء الحامدي، حياك الله يوسف. الله يحييك. شو أخبارك؟ الحمد لله. ما شاء الله، عسى الله يبارك لك بهالمحل وهالهواية الحلوة. تسلم، ما قصرت. الله يسلمك، من طيبك. دائما قبل كنا نربي قطاوة، بعدين انفقدت من بيوتنا. نقول ليش انفقدت؟ لأن بسبة الحساسية وهالأمور. بس اختنا ميوسف جايبة مواد ومراعاة تخليك تغنيك انك ترد تربي القطوه مره ثانيه. اختنا بيوسف، مساك الله بالخير. الله يمسيك. شلونك؟ طيب ان شاء الله. الحمد لله بخير. كلمينا عن هالتربيه الحلوه وهوايتك هذه، تربيه القطاوه. تربيه القطاوه، طبعا نفس ما ذكرت بسبب الافكار الشائعه الخاطئه عندنا من قبل، بدات تربيه القطط تختفي نوعا ما بحقبه زمنيه معينه بالكويت. صح. بس الحين انتشرت انتشار رهيب، صار عندنا فصائل متنوعة وصرنا ندش فيها مسابقات عالمية واندرجنا تحت إطارات عالمية كبيرة لها أول ما لها تالي. ونوعا ما نقول تصحح الفكر من الأفكار الخاطئة اللي كانت عندنا، البنية ما تجيب عيال اللي ربت، القطوة تطيح شعر، القطوة مسكونة وغيرها من الأمور. فلله الحمد التفكير نوعا ما تطور وتعدلت هالأفكار. من هواية دخلت فيه كبزنس، وما أدري متى راح أوقف للأمانة، كل ما الموضوع قاعد يتطور. ما شاء الله، لأن ما شاء الله أنواع قاعد تطور كثيرة. أي وأنواع أي قاعد تدش جديدة. هي يمكن جاية وشايلة فكرة الحساسية هذه منها. بس هم أنا أقول لك القطاوة القديمة اللي هي نتكلم عن القطاوة اللي هي الشرازية والأمور. أي أي أي. مثلا أنا شخصيا أربي فصيلة السكوتش فولد. فصيلة السكوتش فولد ما تهيج الجهاز التنفسي حق اللي عندهم ربو وأمراض حساسية، مو بس لأن شعرتها يبرى وغير عن باقي القطاوة، لا، لأن الجسم ما يفرز بروتين معين. هو البروتين اللي يفرزه جسم القطاوة هو اللي يهيج الجهاز التنفسي. أنا ولدي في ربو، فما ينفع أني أربي أي فصيلة ثانية، فحبيت أربي السكوتش فولد. في السيبيري بعد، بس أمانة السيبيري شكله نوعا ما نفس السكوتش، نفس سوري شيرازي، فحبيت اني اتميز كوني دافعه مبلغ لان الفصيله غاليه. فالسكوتش فولد فصيله جدا جميله يعني، وانا اربيها بالوقت الحالي. وضفت لها مؤخرا لما ولدي الحمد لله صار زين فصيله اسمها الامريكان كيرل، فاربي الامريكان كيرل فصيله نادره جدا بالعالم وفصيله السكوتش فولد. وكلمنا عن الامريكان. الامريكان كيرل هي فصيله تتميز بالقوام الممشوق، الإذن المطوية للخلف، تتميز بأنها وفية جدا لصاحبها وودودة، تنفع حق اللي عندهم أطفال مو عدائية أو لعبها يكون همجي مع الأطفال. فأنا كان عندي أطفال حبيت أني أتميز بهالفصيلة يعني. وقاعد تربين هالنوعين الأغلب؟ أربي هالنوعين. إيه أها. أربيهم. إنزين، وشنو يحتاج ببيوتنا عشان إحنا نربي هالقطاوة؟ شوف، أول شيء نحتاج عشان نربي قطاوة أو نربي أي حيوان كان الرحمة، لازم ان احنا عندنا خلفيه فكريه معينه نرحم ونربي عيالنا على الرحمه. اذا الرحمه وجدت فهي اي لقمه من بيتك طياح الاكل توكلها معك. بس طبعا في ناس ما دام انها تربي حيوان اليف فهي دخلت داخل نطاق الرفاهيه. نقول بوقتنا الحالي شنو اللي نحتاجه؟ نحتاج تراب، لتر يسمونه، طبعا حاويه او اناء نحط فيه التراب اللي هو اللتر بوكس، اكل تقدرون اكل من ادام البيت او اكل مخصص العلب او البسكوت مالهم الدراي فود. بعدين ندش باشياء مو اساسيه ثانويه تعتبر، مثلا المناديل مالت التنظيف، ادوات التمشيط، التعطير، الشامبو، الصابون والامور هذه. ها، وما شاء الله تمسع وريتينا منتج عندك. ايه؟ اللي هو حتى لو القطوه انها تسبب الحساسيه انه ترشونه بالبيت او شيء، لو تكلمنا عنه. في طبعا منتجات تندرج تحت القائمة الطبية، هي منتجات مصنعة طبيا تمنع الحساسية، تنرش طبعا حساسية الجسد نتكلم، تنرش على الأثاث، تقتل أي فطريات أو أي ميكروبات تكون داخل الأثاث. يعني نخلي القطوة تمشي تنام على راحتها بس من بعدها راحتها. حتى بالنسبة حق الناس اللي منزعجة من ريحة اللتر بوكس، التراب في معطرات صارت حق التراب، التراب نفسه صار فناتق، مو بس التراب عزك الله يوصفون فيه، لا يكور،
يمتص السوائل، ريحته معطره تكون، يعني المجال كثر ما شاء الله الحين المجال انفتح الحين حيل. والشركات المنافسه المنتجه يعني كثر ما تطالع ما تخلص ما شاء الله، منتج مذهل يعني واحد اكثر من الثاني، مجال عود عود حيل ما شاء الله. وحتى ما شاء الله وريتينا تمساء اكل حتى مميز تقولين عنه. هذا الاكل ايطالي، شنو فكرته؟ يصنع يدويا من اللحم الهبر. يعني احنا عاده لما انا مثلا اروح شركات برا الكويت او شيء عشان ابي اجيب لي اكل منتج او شيء، شنو اللي يحطونه حق القطاوه؟ الفضيل، عقب مثلا ما ياخذون نقول صدر الدياي وكذي حق الناس، العظم مع الطحال مع الامعاء، مع يحطون مواد مهدرجه وامور ثانيه يخلطونها كلها وامور نكهات ويحطونه بعلب ويلا وياكل هالمسكين. بالتالي يصير عنده امراض جلديه، يصير عنده امراض بالكلى، امراض بالكبد، يصير عنده الصفره طبعا. بس انا همني بالمنتج اللي شفته انه يكون شيء نظيف نظيف حيل. طبعا هذا يصنع يدويا، على سبيل المثال التونه تنوخذ اللحمه من هبره البطن. احنا عندنا نوكل قطاوتنا مثلا تونه عاديه، شو الفرق بين التونه العاديه وهذه؟ وهذه شو الفرق؟ التونه اللي احنا عندنا تكون قريبه من الجلد، فماده الزنك تكون فيها زياده تسبب تساقط شعر القطط. بس التونه اللي عندنا ماخوذه من هبره البطن يكون فيها الاوميجا 3، نسبه الاوميجا 3 والفيتامينات جدا عاليه، فلما ياكلها الحيوان سواء قط سواء كلب هذه راح تساعده في عملية النمو وتكوين العظام، الفروة الصحية، الفروة اللامعة، صحة الأسنان واللثة وغيرها من أمور. فحبيت أجيب أنا هذا المنتج اللي هو شزير، إن حبيت أجيب الكويت عشان نوعا ما ندخل أكل نظيف حق حيوانات. عقب ما شفت البلاوي اللي شفتها بالشركات والمصانع، ما شاء الله أنا وصلت حتى لمرحلة الأكل. يعني أنا ما أجيب منتج إلا أدش المصنع أشوف طريقة التصنيع شلون، لأن أنا هاوية وأحبهم، أحبهم صدق، فيهمني إن أجيب شيء نظيف لهم. يعني وما شاء الله أنتجتيهم. وايد أنتج. كلمنا عن الإنتاج هنا بالكويت وشن المستويات اللي وصلتوا له. أوكي، الحين إحنا عندنا بالكويت فصائل عديدة جدا. عندك على سبيل المثال الفارسي اللي هو مو الشيرازي، البيرجن. عندك طبعا الفارسي، عندنا مربين بالكويت يصنفون الاوائل على مستوى العالم. عندك فصيله مثلا الامريكان كير، الامريكان كير انا الوحيده اللي بالكويت اتوقع وبالخليج، لان عالميا لما اتصدر واخذ القاب منافسين يكونون ياب امريكا ياب اليابان ياب كذي، انا الوحيده من الشرق الاوسط ما شاء الله. يعني فالالقاب اللي خذيتها تحصد على الشرق الاوسط والخليج وغيره ما شاء الله، عسى الله يبارك لك. تسلم. في عندنا فصيله البريتش السكوتش فولد، في لها وايد مربيين، في عده فصائل. الحين مجال الانتاج للاسف اندرج تحت المجال التجاري، صارت الناس مجرد ان تنتج عشان يبيع، فالفصيله باعت، صار يركب مثلا سكوتش فولد على شيرازي. الناتج هجين ما له قيمه فعليه، يعني لا احنا نبي دم، نقول دم واحد. فاحنا كمربيين انا وكم شخص بالكويت، كم شخص ينتج الفصيله هذه مثلا السكوتش فولد، الفولد اللي هي الاذن المطنيه المثنيه سوري طويه الاذن. السكوتش فولد لازم الزوجة مع سكوتش ستريت أذونة سيدة. ليش؟ لأن الفولد الثانية مالت الإذن هو عبارة عن ضمور غضروف، هو غلط جيني تقدر تقول، بس إحنا حفزنا الجينات عشان تعدلونها، عشان نعدلها. فشنو صار؟ لما أنت تزوج فولد وفولد راح يعطيك ضمور بالغضاريف، راح يعطيك ذيل قصير، راح يعطيك أطراف غلط، فراح تكون أنت عبارة عن مسخ راح تنتج، ما راح تنتج قط سليم. فعلى هالاساس الفصيله هذه انا والمربيين الثانيين ندخل عليها لازم ستريت اللي اذونه سيده او بريتش زين او امريكان شورت هير. ففي طريقه معينه احنا للاسف بالكويت كل من ينتج كل واحد حط هذا على هذا على قولتهم يعني كثرهم وخلاص، وكثرهم وزتهم بالسكه وندش بموال ثاني. لا اول ما له هذا الموال عاد راح نتكلم فيه ان شاء الله بالمستقبل ان شاء الله. ان شاء الله ما شاء الله. كلمينا عن الصحه والتطعيمات ما شاء الله، يعني انت مساقد دش عند زبون شرحتي له عن التطعيمات ولا هالامور. التطعيمات اول تطعيم يبلشون ياخذونه بعمر الشهرين. هو اول تطعيم لهم يكون عباره عن جرعتين، جرعه ياخذها بعمر الشهرين وبعد 3 أسابيع 21 يوم بالضبط ياخذ الجرعه الثانيه. التطعيم الثاني لما يكمل عمر سنه، ويصير التطعيم دوري كل سنه. طبعا في تطعيمات ثانيه مثل الريبس والامور هذه حسب الدوله اللي انت فيها، اذا انت نوعك تسافر وتاخذ قطوتك معك تدرس او لامور ثانيه.
اوكي طعمها، بس طول ما احنا بالكويت وقطوتك داخل البيت انا اتحفظ شخصيا على انواع تطعيمات معينه اعطيها حق قطوتي. يعني بس اشياء معينه ما نقول نحاول ندوس عليها وايد ادويه بالنهايه قطوه بيت يعني شو اللي بتاكل ما كلها يعني ناس شراكه وياها وايد. إيه. ما شاء الله عسى الله يبارك لك وعلى المعلومات الحلوه اللي صدق انا يعني مستمتع يعني على قولتهم حتى الاسئله شوي تخربطت وياي. لكن نبي نتكلم قبل لا نختم عن الرفاهيه اللي انتم سويت لنا اياها، المكياج والعيون. تخيلوا يا جماعه ان القطاوه صار عندهم مكياج وعندهم شيء حق العين واخر سواد وشغل عدل وحركات. إيه؟ إيه؟ اوكي بالنسبه حق المنتجات طبعا احنا راح نتكلم منتجات خارج نطاق المألوف. حلو. مثلا على سبيل المثال المنتج اللي راويتك اياه تقريبا انا نقول يعني اشياء تجهز حق البطولات او شيء حق البطولات او حق الشو. حق البطولات لا تيل لنا قبل الشو مختبين عندنا عرس. طبعا مثلا على سبيل المثال الفصيله الفارسيه البيرجن لها 7 سباحات تقريبا قبل الشو. لازم الفروه مالتها تكون بطريقه معينه. طبعا هذا مو اي منتج تستخدمه. لأن كون المسابقات تاخذ نطاق عالمي الشركات الأجنبية طورت المنتجات بشكل كبير. مثلا على سبيل المثال في شركة كريستن ديور منتج خاص حق القطط والكلاب اللي شعرها طويل يفك التشابك وما يخلي فيه كهرباء بالشعر تلزق ولا الشعر يدهن. لأن إحنا مثلا إذا تربي فصيلة شعرها طويل الحكم اللي يمسكها يبي الشعر لما يمسكها يكون ثلاثي يكون الشعر وايد حلو معاه ما في كهرباء ما يلزق ما كذي. هذا المنتج يساعد. على سبيل المثال المكياج في القطاوة والكلاب الفاتحين اللي تكون مثلا ألوانهم فاتحة يصير عندك صفار أو بني تحت العين. هذا البودر والمنتج الثاني السائل معاه يشيل السواد اللي تحت العين ويشيل هذا فيحسن الشكل ويعطي شكل جمالي أكثر. عندك على سبيل المثال الصبغات الحين مع الوقت يصير الأبيض مصوفر اللون الأزرق اللي يسمونه الأزرق اللي هو درجات الرمادي البلو يصير مالح وأمور كذي. عندنا صبغات معينة تبرز جمال الألوان هذه عشان يكون شكلها أفضل يعني. وبالنسبة حق اللون الأحمر وغيره 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 حتى الأكل صار في أكل دراي فود حق القطاوة لونها أبيض لا حق القطاوة اللي لونها أبيض حق الكلب اللي لونه أبيض حق الكلب اللي لونه أحمر اللي كذي. وصلت هالم ما شاء الله وصلت حق هالمرحلة عشان الغدد الدهنية اللي بالجسم لما تفرز والدموع لما هذا ما تنزل ألوان يكون الجسم مسسم لون واحد يكون خلاص كله شفاف العرق ماله والأمور هذه. لا يعني ما شاء الله يعني أنواع وايد وخدمات وايد ما شاء الله. في عندك السبري اللي اتوقع مال الشعر او شيء كذي اي مال لمعه الشعر. ايه؟ اوكي طبعا يعني شعر الحيوانات مع الغسول كذي يكون لونه باهت فهذا السبري يسمونه جلوس لما ترشه عليه ومع التمشيط يعطي لمعه مو طبيعيه يعني شايف مثلا احنا شلون عندنا البنات مع التمشيط ولمعه الشعر هذا يضاهي هالمنتج. حتى في شامبوات خيل البنات يون ياخذونها مخصوص من عندنا حق شعورهم لان المنتجات مالت الحيوان صارت تضاهي منتجات البشريه صار في سباق عندنا ما لحقنا على شامبو الخيل على فكره. ما شاء الله والله ياخذونه يقولون يمدحونه ويستخدمونه. ما شاء الله ابو يوسف شفنا عندك ما شاء الله غرفه غسيل اللي يسمونها جرومنج على ما اعتقد. كلمنا عنها. اوكي هذا يعتبر صالون سبا حق القطط والكلاب. طبعا شنو الخدمات اللي نقدمها؟ نقص شعر القطاوه والكلاب، نحلق قصات معينه طبعا حسب طلب الزبون شنو يبي نسوي حق الحيوان ماله. في عندنا سباحات علاجيه اللي هي مثلا السباحه ضد الفطريات، السباحه حق حساسيه الجسم، مو اي شامبو حق اي قطوه او اي كلب ينحط. في كلب او قطوه جلدها حساس فنستخدم شامبو معين، مو اي بلسم نحط بلسم حسب الحاجه الجماليه او الطبيه حق كل قطوه او كلب. فيندرج عندنا الجرومينج تحت مسميات وتحت حاجات عديده جدا. فحسب الحاجه اللي الحيوان يكون يبيها احنا نلبيها. لا ما شاء الله يعني حتى تركيب اظافر قلتي لي. تركيب اظافر نركب قص اظافر صبغ اظافر كل شيء نسوي حتى تفريش اسنان تنظيف كله نسوي لهم واستشوار وعلى اكيد مور. طبعا أيه. اول ما يتسبح لازم يتستشور وحركات والله. عالم لا ما شاء الله يعني شيء حلو اللي قاعد نشوفه. انا اوريكم اللي شفته ما شاء الله ما راح نخلص يعني يمكن بحلقه ولا ب 40 دقيقه ولا ما راح نخلص ما شاء الله.
اختنا بيوسف، كلمينا بالنهايه عن تربيه الحيوانات وشنو تنصحين هالناس بهالتربيه؟ اوكي، بالنسبه حق الاشخاص تحديدا اللي يبون يربون قطاوه، قبل لا يربي قطوه مو شرط ان قطوه، قبل لا يربي قطوه هي عند يوسف هي راح تنصحها. بالضبط، مو اي قطوه وخلاص. اول شيء اذا هو عنده عيال بالبيت لازم الفصيله اللي يختارها ما تكون شرسه، يعني عندك فصائل ما تحب اليهال، تتنرفز من اليهال الطق. نفس البنغال، البنغال حركي، مو انه ما يحب اليهال، حركي جدا، فعادي يشمخ ياهل. عندك فصائل بليده تحب النوم، اذا الانسان نوعه حركي وكذي، عندك الاكزوتيك والبرجن يحبون الراحه، دلع دلع. يعني نقول اذا بتاخذ قطو اخذ على شخصيتك. بالضبط، اذا انت تختار القطوه بناء على شخصيتك، بناء على بيئه بيتك شنو. بالنهايه تقدر تاخذ اي قطوه ترحم حالها من انقاذ او من غيره، يعني هذا بحد ذاته عمل كبير رب العباد يجازيك عليه. بس احنا جينا نتكلم كذي تحت نطاق الاختيار، اذا الاوبشنز، اذا الاختيارات موجوده ونبي نختار. فيختارون بدقة بناء على البيئة اللي عندهم، الناس اللي بالبيت، الأطفال، هو شنو شخصيته. ما شاء الله، عسى الله يعطيك العافية يوسف، ما قصرتي. والحين بنحط لكم أكاونتهم هني، واللي يبي يزورهم وعند أختنا يوسف وما تقصر. الله أسعدتونا اليوم، الله يسلمك، وهذا مكانكم. الله يسلمك، جزاك الله خير. تسلمي، جزاك الخير. عزيزي المشاهدين، أتمنى أن كفينا ووفينا وياكم، وإن شاء الله نلتقيكم حلقات أخرى ونشوفكم على خير. السلام عليكم.